يمكن يتسلاو هاد الوالدين في يدك يكبروا ها، وربما تزوج انت ويكون عندك دار ويعيش معك الاب ولا الام ولا مجوج يعيشوا في الكنف ديالك، وليتي انت اللي مسؤول بهم، كانوا هما مسؤولين عليك وليتي انت مسؤول بهم، هاز الحمل ديالهم. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، سبحان الله. ولا قلبنا في هذه الدنيا كلها ما لقاوش شي حاجه اللي قل من اف، اقل حاجه يقولها الانسان لوالديه هي اف. الله تعالى قال لك ما تقولش لهم هذيك اف، فما بالك اللي كيصوت با ويصوت امه، اسال الله العافيه. ربي حرم عليك حتى هذيك كلمه اف ما تقولهاش، واخا يتقلوا عليك تصبر ليهم وما تخرجش هذيك كلمه اف، ما تقولهاش، بل يحاسبك الله تعالى واخا تقولها لداخل. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان واحد الرجل مات، من اللي ماتش كانوا كيقولوا الناس، كيقولوا مرضي الوالدين مات، كان كيحسن لوالديه اكثر من سائر الناس، ما كاينش شي واحد اللي كيحسن لوالديه بحال ذاك الرجل. من اللي مات ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لقى الله تعالى هو عليه غضبان، قالوا الملائكة يا ربي علاش غضبت عليه، هو مرضي الوالدين، الناس كيشهدوا فيه كيقولوا مرضي الوالدين. اش قال لهم الله تعالى؟ قال انكم لا تدرون، لان الملائكة ما كيعرفوش، الملائكة ما كيعرفوا الا داكشي اللي خرجنا من فمنا كيقيدوه، اما اللي في القلب ديالنا وفي الداخل ديالنا حتى الملائكة ما كيعرفوش، ما يعرفوش الا الله سبحانه وتعالى. قال لهم يا ملائكتي هذا الرجل هذا كان كيحسن لوالديه، لكن ملي كان كيسجد وكيصلي اش كيقولوا في نفسه الداخل؟ يا ربي تقتلهم وتوفاهم وديهم للقبر وهنيني منهم رانا عييت، ما رضاش بقضاء الله سبحانه وتعالى، عيا من والديه، ما كانش كيقولها بلسانه غير في الخاطر ديالو، الله سبحانه وتعالى غضب عليه. فما بالك بهذه الحالات.